اولا ضروري نتكلم على واحد النقطه اللي هي سوداء اليوم اللي هي التحكيم كنا كنا كنترجعو ان اليوم كان اول تجربه ديال الفار كنا كنتمناو انها تكون ناجحه باش يمكن يعني يكون على اجماع اليوم كيتاكد ان اول تجربه تجربه فاشله أنا في طيب يعني في امثله سريعه جدا يعني البطاقه الحمراء الاولى اللاعب كان فاقد التوازن ديالو ونزالق على اللاعب يعني ما كانش قصد ما كانش قصد لاصابه اللاعب في في اخر في الدقائق الدقائق الاخيره ديال الشوط الثاني من المقابله كان ضربه جزاء واضحه جدا وتم الاعاده ديالها كم مره لكن الحكم القزاز آه غنقولها بكل مسؤوليه سمحه الله ومع وما عمري ما غنسمح ليه انا ما أن يعني ضربه جزاء اللي كانت تعطينا التاهل اللي كنا بطريقه 86 او 87 زيادة عن ذلك انه في اخر المقابلة منيت 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 شات الضربة الدفاع الحسن الجيدي كانت حملة م... كانت حملة مضادة للدفاع وكانت فيها ضربة جزاء وما رجعش للفار فيها رجع لضربة الجزاء أنا قال تجاوزت الخط هادشي غنشوفو ضربة جزاء أخرى